عقب غامشتات بلدة هادئة في منطقة أوبنفالد في ولاية هسن، تنتج شركة دي آفي طلاء الواجهات وأغطية حماية المباني من الظروف الجوية. يجري حالياً اختبار ألواح لاستخدامها في الصحراء، وتتم محاكاة الظروف الجوية الصعبة في المناطق الحارة. مادة الكربون تجعل الألواح أكثر قوة وتحملاً، ويفترض أن تدوم الألواح لسنوات طويلة، ويتم لصقها على الجدران. يتوقع مستقبلاً الاعتماد أكثر على ألواح البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن واثقون من أننا نجعل من هذه المواد تتحمل درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، وذلك عبر خلط الألياف الكربونية ومزجها في الخرسانة. يمكن القول إن درجة الحرارة هذه تصلح لقلي البيض، إلا أننا لم نحاول تجربة ذلك فعليا، ومن المؤكد أن الطبقة العليا تكون درجة حرارتها عالية جدا. في دولة الإمارات تزايد مؤخرا الطلب على أنظمة العزل الحراري، ولذا استثمرت شركة دي آفي الألمانية 10 ملايين يورو في بناء مصنع سيفتتح الآن. يأمل مدير الشركة غارف موريان في تحقيق مكاسب تجارية عبر أنظمة العزل الحراري الألمانية. يحضر حفل الافتتاح رئيس أكبر شركة بناء في دبي التي تشارك في بناء المشاريع الضخمة في المنطقة، ويعد محمد بن علي العبار ضمانة للحصول على عقود بالملايين. العزل الحراري يتم الاهتمام به في الدول ذات الطقس البارد، إلا أننا نلاحظ أنه ولأسباب تتعلق بتوفير الطاقة بات يستخدم بشكل متزايد في أنظمة العزل الحراري لواجهات المنازل. ازدادت كلفة استخدام أجهزة التكييف في العالم العربي تدريجيا. لدينا مشاكل مرتبطة بدرجة حرارة الطقس، لكن بعكس ألمانيا يتعين علينا أن نوفر الطاقة عبر العزل الحراري، فنحمي أنفسنا من حرارة الطقس. بدأ الإنتاج قبل أسابيع من موعد الافتتاح. الكتل الكبيرة المصبوبة تقسم إلى ألواح، والمصنع يوفر حوالي 50 فرصة عمل. ولكن الأهم بالنسبة للإماراتيين هو أن المصنع يمثل خطوة هامة على طريق المستقبل. إننا لا نشك في أن هذا الاستثمار سيكون مناسبا لعصر ما بعد نضوب النفط، والمهم أيضا هو العلاقة مع ألمانيا. نحن نقدر التكنولوجيا الألمانية وهي تحظى باحترام الناس هنا. وسائل العزل الألمانية استخدمت في فندق سوفيتيل الفاخر، ما أدى إلى توفير نحو 40% من استهلاك الطاقة. العديد من منازل نادي الجولف الإماراتي ستستخدم العزل الحراري أيضاً، وقد تعاقدت الشركة على تركيب نظام العزل الحراري ل180 منزلاً. شركة دي آفي وجدت ثغرة في السوق الإماراتي، ولا يوجد لها منافس هناك حتى الآن.